سلام، اهلا فيكم في حلقه جديده من حلقات حظي نصيب. معكم نايت. هلا سوي ناني. معكم ايش؟ السلام عليكم. اليوم عندنا بوكس من انمي بوكس كلب. مابز البوكس. البوكس. بوكس حل صغير. اوري اللي تابع حلقاتنا انا وايس قبل ان احنا فتحنا بوكس من انمي بوكس كلب. كان بوكس عود وفي ولغة وقلنا انه هو افضل بوكس انمي. من نفس الشركة خذينا وعطونا ذي البوكس الصغير. نتمنى انه هو في اشياء زينة نفس اخر بوكس. بس من حجمه انا وايس قاعد نقول يمكن. فتابعوا معانا خلينا نشوف شنو داخل هالبوكس. المهم اليوم عندنا بوكس من animeboxclub.com. هذه البوكس ثاني بوكس لنا. اول بوكس كان صراحة روعة وكان اغراضة يعني بلاكس، يعني افضل اغراض انمي من اي بوكس حصلناها. بس وصل هذه اليوم اللي شفنا حجمه صارت علينا علامة استفهام. ليش حجمه صار اسقى من اللي قبله؟ خاصة ان المفروض يكون في شنو؟ في واحد مانجا، في فجرين، وفي شيء يلبس. ف خلينا نشوف انا ويس شنو داخله. و يلا ايس. بسم الله. عندك. بسم الله. قبل كل شيء لحظة. ناني. Do you think اي انمي بنحصل داخله؟ Maybe like My Hero Academy or Demon Slayer. Or maybe like 02. Okay. Ace, do you think we are still in the same deal, صح? Ace. Yeah. Okay. Same deal. So yeah, we'll not say yes. Same deal. شوفوا حلقاتنا اللي قبلها أن أنا وأيس عندنا ديل على الفيجرينز في رسوم في أنمي معين يكون ليانا وفي أنمي غالبية اللي بيكون ولا. المهم يلا أيس. بسم الله. وبوكس مرة ثانية. لا طالع و ها ها مشي. مخلي البسس. فانيلا ممكن أو كابس. أو لا ما فانيلا زي. أوكي. هذه لحظة. هذه ماوس. ها ماوس باد. إيه عارف أنا شو. زين. أنا ما أعرف الأنمي. عارف بس اسمها عن شنو؟ وهاي الشخصية كل أصابع اللي كانت ديمونز وزراقوة. وعنده جوجوتسو شنو اوكي إيه. اوكي صد من كم يوم انا كنت بتابع دي سالت ايس عنه قال انا ما تابعته. اسمه جوجوتسو تابعته كملته بس ما عرفت عن اسمه. المهم ماوس باد من جوجوتسو كوسان او انت هالبطل هالبطل صح؟ يب اوكي كاركتر حلو ترى شكله حلو حبيته. شكله حلو حبيته. اوكي يلا نيكست شوف اذا تحصل فانيلا خلق ما في شيء صغير اوكي زين هذه سلسله حق اتاك اون تايتن نفس السلسله وأكيد أكيد حق فيث ما في شيء سبيشل شعر الحديد يمكن توقع أن يتعلق على سيارة شيء المهم سلسلة أولى ودم من أفاق أم تايتن أوكي فجرين آخر شيء اوكي بطلع هذا اللي حصلناه اللي هو فيجرين من ناروتو اللي هو شخصيه جارا. انا هذا شخصيه جارا طبعا من الشخصيات اللي دائما تعجبني. فيجرين صغير اوكي نشوف اذا يصير فوكس هناك هو الفوكس بالعكس بلاستيك قوي مو بي بلاستيك يعني تشيب او اي شيء. Next. Okay. Okay.
سكرول خلينا نشوف ستون من ال هذه سكرول هاي بيّة اوكي هاي اللي تعلق سكرول او نفس هذه انا خلاك هذه شنو اي كرتون دكتور ستون دكتور ستون اوكي نايس نايس شفت هذا صح ايه كنت شفته سيزون 2 بعد اوكي ايش نصحني قلت شوفه تابعه قلت خلها تابعه شو الباقي انا لحظه انا وود امي ما شفتهم او توصلت النص اللي احنا موقف عندهم فمهم هاي رقم كم هاي رقم 1 2 3 4 ممكن رابع حوالي رابع شيء حصلنا صح زين بيدك تقدر تقول كم شيء في بقى هاي كيف جرين اوراي والواحد وبعد شنو في اشياء ستيكرز ما دائما يقطون لنا ستيكرز بس انا ما اعرف شيء دراجون بول اكثر شيء اوكي نجيب المانجا اوكي مانجا ستوري قلت لكم هذه دائما نفي بتحصلون منه مانجا بتحصلون فيجرين عود وبتحصلون اللي هو شيء نلبس بس احنا ما حصلنا شيء نلبس اتوقع ان اعطونا اللي هو الماوس باد ناذي مهم زين ايس اصلا انت تعرف دي ترى ما كل الانمي موجود او شيء صار المانجا عقب الانمي نجح المانجا بس انت تعرفه انا اتذكر انك مره قلت لي عنه لا هي غير من عافية وقت عن مبي اوكي زين المهم هاي كتاب مانجا اللي هو كيد لاست دنجن اللي هو بونس موف ستار كاب اتذكر المانجا حصلت من زمان نجح سوى له انمي نجح سوى له انمي اوكي فتحنا هذه هو الكوميك المانجا لا ايس يقول ما اعرف العنوان ولا انا بعد بس حق قرايه يكون زين فا ايس بيقرا صح؟ انت بتقرا صح؟ اكيد اليوم مش في فوكس ويانا الفوكس اليوم شوي تعبان زين هذا بيكون اخر شيء ف انا بقول شيء انا اساس بيكون دراجون بول لان حصلت ستيكر دراجون بول هو يقول اخر مره البوكس شاف ان الاستيكرات يقول كان عندك ومال مال اكاديمي ما طلع فقرين اكاديمي فيقول هذه مال دراجون بول اوكي يلا هنشوف اذا دكو يصير وحده يا اخي حصلت كمل حصل اخر مره يلا مره ثانيه اوكي هيرو اكاديميا صح؟ ايه ناني قالت انه يمكن دوكو بيكون هيرو اكاديميا حسن وردي المهم بنفتحه وخلنا نشوف شو سالفته المهم فتحنا الفيجرين طلعت على ماي هيرو اكاديميا اللي هو شو اسمه؟ دوكو ديكو اور اسمه اصلي ميدوريا انزين اخر مره في الحلقه اللي راحت حصلنا ما بنفس الفيجرين اكبر منكم بوايد بس نفس الشخصية فهذه أصغر منها بس الكواليتي ماله في العكس زين مثل ما تلاحظون البلاستيك ماله أوكي قوي مو بشيب توقعنا أنه بيكون البوكس دي إن الحجم مال الفيجرين يكون أكبر بس طلعنا أصغر منها بس يقول لي ايس انه بالعكس الفيجرين شو رايك فيه؟ احس اوكي 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 زين السايز زين اي ف طبعا اللي باخذه انت لان عندك صح؟ اوكي يقول لي ايس خلاص انت اخذنا انا وغادي اسمونه عندك عنده اكبر واحد منه فباخذه وبخليه مع الباقي اللي عندي المهم بالنسبه حق تقييم هالبوكس توني انا وايس كنت نتكلم عن هالبوكس اقول له ايش رايك نعطي البوكس بعد فرصه ثانيه قال ايه ليش لا فان شاء الله بناخذ البوكس اللي عقبه ونشوف اذا كان يسوى هذه يسوى بالعكس انا ما اقول لكم ان بالعكس غاضه يعني ما في شيء تحس انه بس قاطينها داخل عندنا مانجا ايش بيقرا بيقول شنو هاي هي عندنا السكول او البوستر اللي هو حق دكتور ستون فيجرين عجيب عجبني مال جارا تمنيت ان يكون اكبر نفس مثلا نوعية الفيجرين دي إيه عشان حق شخصية جارا بس بعد بيكون اوكي اوكي عندنا حق اتاك اون تايتن اللي هي نفس السلسلة بلاكس اوكي
نطلع حق فيث، وعندنا الماوس باد اللي هو من جوجيتسو ما شفناه حل الآن بس بنشوفه إن شاء الله، يقول إيش نجافه. وأخيرا عندنا الفيجرين اللي هو دوكو مال ماي هيرو أكاديميا. أوكي بالعكس ما أقول لي إحنا لنا أخ دوك بوكس كان هو كان أكبر، أتمنى أن يكون نفس الحجم بس بعد بنقول أوكي. فهذا البوكس وسلامتكم.